بطل أمم إفريقيا بالصدفة أو بالقرعة. ده حقيقي حصل فعلا، وبسببه خرج المغرب من دور المجموعات. القصة حصلت في الكاميرون سنة 1972. المجموعة الثانية ضمت المغرب والسودان والكونغو وزائر اللي هي الكونغو الديمقراطية حاليا. مجموعة ضمت 2 ديربي، واحد عربي وواحد كونغولي. قبل بداية الجولة الثالثة كان التفوق لصالح زائر والمغرب، وفي الماتش الأخير بيتعادل المغرب مع زائر وبتنتصر الكونغو على السودان بنتيجة 4-2، وده خلى المغرب بيتعادل مع الكونغو في النقاط وفي عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة. بالتالي المنظمين وبسرعة جدا بيعملوا قرعة على أرض الملعب، واللي بسببها ودع المغرب البطولة وبيتأهل الكونغو للدور التالي. الكونغو لعبت الكاميرون في نص النهائي، وإكمالا للمفاجأة بتفوز الكونغو بنتيجة 1-0. وفي النهائي قدام مالي بيكمل المنتخب الكونغولي المفاجأة وبيفوز على مالي بنتيجة 3-2 علشان يحرز اللقب الأول والأخير لحد دلوقتي في تاريخه من أمم إفريقيا. في 2023 وفي كوت ديفوار بتغيب الكونغو عن البطولة، لكن في مجموعة أخرى هتضم المغرب والكونغو الديمقراطية بذكريات 1972.